الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمه مع السنه، وهذه المحاضره محاضره الجامعه. انا تاخرت عنها، كان في عرس ابن اخي وكده او بنت اخي مصطفى، فضيله الشيخ مصطفى الجرحي، فسامحونا ايضا على التاخير عليكم، لكن لابد ان ناخذ الامر مرتبا. ناخذ محاضره السنه، ثم بعد ذلك الكلام على مسند الدارمي، ثم العقيده، ثم الفقه المغني. لما تغيبت؟ اخونا في اداب لابد ان اتادب بها، وطالب العلم لابد ان يتحلى بادب ويعرف الفضل اهل الفضل. الذي لا يعرف الفضل اهل الفضل لا مكان له بيننا. انا يعلم الله موتي اقرب الي من انه اخ يحرم من درس او من كلام ينفع الله ينفعه به. لكن الادب فوق كل شيء، والذي لا يعرف الفضل لاهل الفضل لا مكان له بيننا. والكلام هذا كلام عام لا اخص به احدا، اي احد يعني لا يعرف الفضل لاهل الفضل يصعب ان يكون بيننا، يصعب ان يكون بيننا، ويصعب أن نقبله معنا. فالإخوة تنتبه رحمكم الله. طيب، إلى تكلمنا عن تطبيقات السنة والكلام على الأدلة المختلف فيها، وأيضا الأحاديث التي ورد فيها الخلاف بقوة، منها التصريح. نعم، هذا البيع الرابع. تكلمنا عن تلقي الجلب أو تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد، صحيح؟ نعم. التصريعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الغنم ومن ابتعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. في لفظ قال: فهو بالخيار ثلاثا، فهو بالخيار ثلاثا. الحديث هذا حديث الخلاف فيه عريض جدا وقوي جدا، والخلاف في العلماء في إيقاع المسألة والحكم فيها خلاف ليس بالهين، وفي تأصيل المذاهب. يعني الحديث نفسه يعتبر علامة فارقة على تأصيل المذاهب. وكما قلت، كلما ضعف التأصيل كلما ضعف الترجيح، كلما ضعف التأصيل كلما ضعف الترجيح، لا يصلون إلى المراد بقوة. التصرية هي ربط أخلاف الناقة، التصرية ربط أخلاف الناقة. لما؟ ليمتلئ الضرع لبنا، ده عند الناظر، فيرى أنه ثقيل جدا، فيراها في أمرين، يراها إيش؟ لبونا ويراها سمينة. وهذا العلة، ما هي العلة يا شطار؟ ارتفاع السمن، ارتفاع السمن في هذا الباب. فهنا ترى أنه ربط الأخلاف كما قال الإمام الشافعي، فيحسب أنها هذه عادتها، ويحسب أنها سمينة ممتلئة لحما ولبنا، وبهذا يغرر بالمشتري فيزيد في الثمن. والأصل عندنا في أصول التشريع الحفاظ على أموال الناس وحرمة أكل أموال الناس بالإيش؟ بالباطل. يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فلذلك المسألة أن الشرع في هذا الباب يعني أعطاه حرية. وهنا عجيب، لما أعطاه الحرية ولم يبطل البيع؟ يعني أعطاه الحرية بأنه، لأن الرواية في صحيح مسلم، قال: إن إيش؟ إن راضيها أمسكها وإن سخطها ردها أصعا من تمر. قال: وهو بالخيار ثلاثا. ما دام يحافظ على مال الناس الأصل في الشرع، فلما لم يبطل البيع وينتهي ويرد؟ بل هو جعل الخيار له. ممتاز، توجيهات كويسة المحدث. لأن هذا شكل بيوع الضرر، بيوع الضرر صاحب الحق لو تنازع. هذه فهلوة الإجمال، والكلام صحيح. ما أستطيع أرد على هذا الإجابة، ما أستطيع. الله الله يتقبل يا رب، الله يتقبل يا رب، الله يتقبل يا رب، الله يتقبل يا رب. فهلوة الإجمال. أحمد وجيه زي؟ طب اتفضل، أحال عليك. كنت هتقول زيه. إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين. مع ان فيها فساد ذات البين. هو لما هيقبل هيتغافل. يعني الاجابه الاجماليه صحيحه، انا اريد التفصيل.
لعله يفيدك انهم تقدموا عليك في بعض الشيء في الكلام. تفضل. قلنا ان النهي ثلاثه، نهي عن الذات الشيء، نهي عن وصف داخل، نهي عن وصف خارج. ده وصف خارج قد لا يكون وصف خارج. ليش؟ كيف وصف خارج وهو سيعتبرها لبونا ويعتبرها سمينة؟ كيف يكون وصف خارج؟ أليس السمن مطلوبا؟ أليس اللبن مطلوبا؟ نصير ما تريد؟ قد يرضى أو لا يستطيع. عامة الإجابة الإجمالية صحيحة، مش ده بيوع ضرر. المسألة فيها أمور. الأمر الأول الغرر يسير ويحتمل، الغرر الكثير تبطل به العقود، ما يبقيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبقيها. الأمر الثاني، تفضل سيدنا. تعليم النفس على العفو والصفح، وهي ترك الحق، لأنه ما دام الأمر عليه وهو أراد خلاص، كالمخطوبة قال إلا أن يأذن الخاطب. الغرة في أنه يحسبها لبونا، وهو لما يفض الضرع حاجد أنها كل يوم مش هتأتي كل هذا اللبن، لكن الحقيقة لا بد أن تقول سيكون قريبا مش بعيدا، يعني لن لا يكون هي نحيلة وما فيش لبن، لا هيكون اللبن موجود، والنفس القنوعة قد تقنع بأقل من ذلك، ما فيها شيء، فاهمني؟ ويكون الإطار الكلي في هذا الباب كما قلنا أن هذا للضرر. اختلف العلماء في مفهوم هذا الحديث لقول لا تسر الغنم وأن ابتعاها فهو بخير النظرين. أولا استدل الشافعية بأن هذا الحديث يعني فعل التصريح حرام، فعل التصريح حرام. طبعا الشافعية ما يقول فعل التصريح حرام، المفروض ده إجماع. وليش قالوا الشافعية؟ لأن الشافعية قالوا على الإطلاق هذا الفعل حرام للنهي فقط، ما هو نهي عشان سد ذراع. ليش؟ فكروا يا جماعه، احنا لو قلنا خلاص هو حرام ليش؟ لانه يغرر بالمسلمين، صحيح ولا لا؟ يبقى لو كان حرام لانه يغرر بالمسلمين الحديث يكون على التعميم لا على التخصيص. يعني ايه على التعميم لا على التخصيص؟ هيكون على التخصيص مش على التعميم، اسف، هيكون على التخصيص مش على التعميم. ها لان في ضرر بالبهيمه خالص، يبقى احنا نقول يبقى ده مش على التخصيص. احنا قلنا لو كان الامر على التغرير هيبقى هنا النهي يكون ليه خاص في ايه؟ لا اله الا الله، يعني خاص في ايه؟ في البيع. طب لو راجع عمل كده عشان يكتر اللبن فيها 3 ايام ويشرب اولاده لبن دسم كبير من هذا، يجوز ولا لا يجوز؟ هي دي المساله. فالذي قال خاص بالبيع قال له ان يفعل ذلك في بيته، فهمتم؟ الشافع قال الحرمة على الإطلاق، الحرمة على الإطلاق هنا للنظر في مسألة الضرر للبهيمة. يبقى إذن قد نصحح كلام الشافعية أو قد نخطئه، كيف؟ هو موقوف على إيه؟ على إثبات الضرر. لو ربط أخلاف الناقة يضرها، قلنا للشافعية إذن الأمر معكم، وأنه يكون لابد أن يكون إيه؟ على التعميم، مع ان السياق سياق بيع، مفهوم؟ ولو كان ما في ضرر عليها يبقى نقول له لا، المساله خاصه بالبيع فقط. ها هناك نصر الغنم حتى لو ما كان للبيع، عشان الولد الصغير لا يرضع، عشان تدور الغنم، ونحن عشان لكي لا يرضع ولدها الصغير اذا فررنا بالخزانه. خزانه ايه يا ابن الحلال؟ خزانه انت في دولاب؟ خزانة هي ناقة أصلا، وده درعها. الشيخ هناك النصر عشان الولد لا يقترب منها، عندما يلقى الغزارة موجود في الضرع لا يرضع، عشان وبعدين يحليبه هو. يعني أنت تقول بأنه لا يربط أخلافه ويمنع الولد من الرضاعة، صح كده؟ من أجل أن تكون كبيرة. طب ما تتكلم عربي يا زول، تقول الخزانة وربط الخزانة، خلاني تذكرت كل الحديد الموجود. طيب هذا كلام صحيح، لانه في ضرر ايضا بايش؟ بالولد، صحيح. يبقى اذا كلام الشافعي هنا قد ينزل منزله الصحه في هذا الباب على التعميم، لانه ايضا سيقع الضرر بايش؟ سيقع الضرر بالولد في هذا الباب. واما الجمهور قالوا النهي هنا على التقييد ليس على الاطلاق.
النهي هنا للبيع، النهي هنا للبيع. قالوا لأن النص قد جاء مقيدا كما في سنن النسائي، قال لا تسر الغنم، لا تسر الغنم للبيع، لا تسر الغنم للبيع، وهذا تخصيص، وحمل المطلق على المقيد. قلنا المسألة دائرة على العلة، ودائما قلنا الأحكام تتبع العلل، فهنا العلة في هذا الباب الضرر الذي ساق على البهيمة أو على وليدها. هناك طريق في سنن النسائي قال إذا باع أحدكم الشاة اللقحة فلا يحفلها. قالوا الروايات التي جاءت كلها تصرح المسألة في البيع لأن بها التغريس. قلنا وشفعية لهم حق فيما قالوا، لأنه قد يضر بالوليد أو يضر بالناقة بنفسها. لو كان ليس فيه ضرر شفنا الأجاز، لو ليس فيها ضرر جاز ذلك. يريد أن يجمع اللبن ليأخذه ويتحف فيه أولاده له ذلك، لكن الضرر ساق عليه وعلى وليده. نعم. ثانيا مسألة الرد في قول سلم إن شاء أمسكها وإن شاء وردها وصاعا من تمر. الشافعية يقولون الرد هنا على 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 الفورية، الرد على الفورية، وهذا خلافا للجمهور. قالوا الرد على الفورية، إيش الفارق؟ إيه الثمرة الرد على الفورية أو الرد على التراخي؟ باش مهندس ما الثمرة؟ ما في، لأنك تتغيب، والذي لا يتغيب لا ينتظم عنده السلك، والذي لا ينتظم عنده السلك ما يستطيع أن يتصور التصور الكامل. باش مهندس هقول لك بعد الدرس، خليك بعد الدرس، ماشي تفضل. عدم تلف السلعة باستخدام، عدم تلف السلعة، يعني انت سعان لهذه الدرجة؟ انت لافف اللفة دي، تلافف انت صعيدي ولا لافف طب اما لاففها ليه كده؟ اصلا انا حاسس ان انت اصلا عايش في تلاجة، احنا قاعدين كلنا في مكان وانت التلج جاي فاهم عليك فمموت. انا بسعى جدا، انا بالإيحاء سععت وانت لافف اللفة هذه كلها. ماشي اتفضل. لا مثلا ممكن مثلا يعطيني نفس الفلوس دي او يضاعف شيء. طبعا ممكن يجيب بيها حاجه تانية. العلم ما فيهوش قصص يا بركه. وطالما هو استنى شويه يبقى استنى شويه، يبقى هو بمرحرح، واحنا ما بنحبش المرحرحين، عايزين الناس تطلع. هي عندك الاجابه بس انت جبتها بطريقه مش رياضيه حتى. كنا نرد على الفور لو امسكها لشيء لا يصح الرد. هو صحيح، وانا نقول هو تفضل. يكون كده انتهى الخيار بين الزوج، فلو حصل لها شيء خلاص يبقى يعني لا ما يعودش بها للذي باعها. ما بيقطع بموتني والله، بحس ان في حاجه فاهم، والاجابه صحيحه اصلا والله، بس هو فاهم تعرف حضرتك السيارة اللي انت كل ما اسمها ايه لما مش بطلنا كل ما بتديها البنزين الحقيقة في هذا الباب انه الثمرة في هذا الباب انا نقول انه لو كانت الامر على الفور تأخر بعد العلم لا رجوع، اعتبر الشرع بتأخره رضا، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه بخير النظرين. فإنه الفاء التعقيبية هنا، يعني بعد ما علم بأنه ربط الأخلاف، بعد ما علم بأن المسألة فيها تغرير، فيقول فإنه بخير النظرين، وهذه رابطة لجواب الشرط دل على الجزاء، والأصل فيه عدم التراخي. قال والأصل في رد العيوب على الفورية، فلما تخرج التصريع منه فيكون تحت قائمة الأصل. وأما عندما عرضوا بقول سلم فهو بخير النظرين أو فهو بالخيار ثلاثة أيام، قال هذا على إذا لم يعلم التصريع ولم يعلمها إلا في الثالث. قال التأقيت هذا ليس تأقيتا للتخير، ولكن هذا بيان لوصف الحال أنه لم يعلم بالتصريع لليوم الثالث. جمهور العلماء يخالفون الشافعية، ما قلت لكم الحديث فيه ما يعني كثير من الاعتراضات والإشكالات تحل بفضل الله في علاه. أما الجمهور تمسكوا بالرواية قال مثلا فهو بخير النظرين، أو قال في رواية مسلم بالخيار ثلاثة أيام.
وقول النبي بالخير ثلاث أيام هذه هذا قيد للإطلاق. قال والأصل العمل بالقيد، والأصل العمل بالقيد، ما نبدو الدليل على إهماله. قالوا في هذه هذا دلالة على التراخي. ثم قالوا والمعنى يعضد أصل الأثر، كيف ذلك؟ المعنى يعضد أصل الأثر. ماشي، النهاردة في تصريع، لا شيء في تصريع العقول. أنتوا بتخبئوها ليه؟ شو ممكن يكون من الأصل رفع الضرر؟ مرور الأيام خيزل. هو هذا هو معناه، أنه كل يقولون لا يتأكد من التصريع إلا بعد اليوم الثالث، لأن في كل يوم لما يحلب ويقل لا يأتي التوهم على أنه هو فهي في الممتاز بقى، فلا يرى شيئا، ثم يأتي روما رأى، يعني بقى المسألة تظهر جليا عنده في هذا الباب. قالوا المهلة هذه لأنه لا يتأكد من التصريح إلا في اليوم الثالث. لكن شفعية قالوا نحن مع الأصل، الأصل في العيوب إيش؟ ها؟ رد بالفور، دي بقى ده اسمه إيه؟ قياس، صح ولا لا؟ فردوا على الشفعية قالوا والقياس قياس فاسد الاعتبار. ليه ما قال فاسد الاعتبار؟ النص جاء النص قال فهو بالخيار ثلاثة أيام. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار ثلاثة أيام هذا نص، والنص لا يمكن أن يحال عنه ولا يؤول إلا بالقرينة. المسألة الثالثة في الخلافية أيضا بين العلماء هو الكلام على التصريح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، يعني المشتري إذا علم بالتصريح واختار الرد بعد الحلف فإنه يرد معها صاعا من تمر عوضا عن اللبن المحلوب، سواء كان كثيرا قليلا، سواء كان تمر قوت البلد أو ليس بقوت البلد، قال يردها وصاعا من تمر. قال مسلم إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. العلماء وقفوا عند هذا الكلام اللي هو الرد وصاع من تمر. أيضا لهم توجيهات. أنا قلت دائما في شيء كبير جدا يجعل الإنسان قد يعني في محل الصواب أو محل الخطأ، هو أنه لما يأتي الحديث لو لم يبادر بالتسليم وحاول التأويل لابد أنه يخفق. ممكن يكون سني، مشربه سني وعالم نبيل، لكن مدام أخذ الحديث بشيء من العقلية يفكر، فهذا لابد أنه لا يصيب. وإلا فنحن نقول أنه لابد الفهم تختلف، وليعلى أنت بتبحث عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقصد لابد من التسليم أولا. النبي لما قال ردها وصاع إيش من تمر، وصاع من تمر. فمنه من يقول هذا مخالف الأصول وهذا مخالف القياس، وليه يرد وصاع من تمر؟ الأصل في الأمر رد إيش؟ المثلية، رد المثلية، رد اللبن المثل، وإن لم يكن المثل فيكون إيه؟ ها في التأصيل إذا ما رد المثل يرد إيش؟ القيمة، صحيح ولا لا؟ فهنا الحقيقة لو سلم أولا ثم نظر في الروايات وتكلم على إثرها بيكون أقرب إلى الصواب. عمت النص الحديث أنه نهى عن التصريح، وهذا نهي أصالة كما قلنا يعني للتحريم. قبل أن ندخل على مسألة المثلية والقياس والعمل على الحديث، صراحة الحديث هنا كما قلت يعني كان فيه بعض الإشكالات الكبيرة، استغفر الله، ليس في الحديث، يعني أقصد عند العلماء فيه إشكالات كثيرة جدا. شوف اختلفوا في مسائل مهمة جدا، هتكلمنا عن بعض المسائل التي اختلف فيها الشافعية مع الجمهور في هذا الباب. طيب بعدها في رواية الحديث اختلف العلماء في مسألة، أولا هل الفقه شرط من شروط المعتبرة للراوي حتى يقبل خبره أم لا؟ الأمر الثاني هل يعمل بخبر الواحد إذا خالف القياس؟ هل يعمل بخبر الواحد إذا خالف الأصول؟ هل دلالة العام على أفراده قطعية؟ هذا قول الجمهور، هذا الترجيح الصحيح. الحنفية قالوا هذا لا يعمل به وما في رد، ما عندوش رد. البيع، وقال البيع تم وليس له إلا أرش النقص. مفهوم كلامي؟ البيع تم وليس له إلا أرش النقص، ولم يعملوا بكلية الحديث. إيه بقى كلية الحديث؟ أنه ردها يعني يردها، فقالوا ما في رد لأن البيع تم. وإذا ردها رد صاعا من إيش؟ قالوا هذا لا يرد صاع من التمر، هذا خطأ مبين، لأنه الرد كله يكون بالمثلية في هذا الباب. يعني يقولون أنه خطأ أنك ترد
صعب الطمل ده غير اللي هو اخده، هو استفاد بايه؟ باللبن. وسنبين الاجابه على ده. برضو الاجابه مجمله. وقال الحديث اصاله مخالف للقياس، لان القياس الخارج بالضمان. الخارج بالضمان معناها ايه؟ بسرعه. مش الجواز مش ماشي، الجواز الشرعي فين؟ هو فين؟ موجود والحمد لله. ها الخارج بالضمان. يعني الخارج بالضمان يعني هو ليه هيرد؟ هو مش اصلا ضامن. لو ماتت من يضمن؟ يضمن هو. يبقى استفدته منها الخارج بالضمان. قالوا ده تقصير، ده مخالف للاصول اهو العامه. فهمتم ولا لا؟ نعم. وقالوا ايضا مخالف القياس، ولان القياس في الرد المثليه او البدء او القيمه. المثل ما فيش مثل، يبقى ايش؟ القيمه. مخالف القياس. لذلك قالوا لا يعمل بحديث التصريح في هذا الباب، وانه يتم البيع. طيب ما له؟ والرجل وجد الناقه على غير ما اشتراها. قالوا ياخذ ارش النقص. يعني ايه ارش النقص؟ النسبه. النسبه بين انها محفله وغير محفله. تعرفون ولا لا؟ دي رياضه. فهمت المساله؟ مش فاهم. النسبه كيف تخرج؟ محفله ب 100,000 مثلا. بقر بقى، البقر اكيد البقر دلوقتي وصلت 1000 صح ولا لا؟ ولا عندي غلو وانا في فلاح؟ محفله ب 100,000، غير محفله ب 80,000. يبقى النسبه بينهم ايه؟ 20%. فياخد قرش ال 20%. فهمتم؟ ده اللي قالوه. والراجح طبعا قول مين؟ قول الجمهور. هم قالوا اولا الاجابه عن انه مخالف للقياس، قلنا مخالف الأصول. قلنا ايش مخالف الاصول؟ كما قال ابن المنذر وقال غيره وابن عبد الرحمن، الحديث اصل بذاته. ايش هي مخالف الاصول؟ ايه؟ الحديث اصل بذاته. ياتي الحديث بحكم لابد ان تسمع وتطيع، هنا انتهى الموضوع. ما فيش اسمه انه مخالف الاصول. حمدك الله. الثاني قالوا مخالف القياس. قلنا القياس فاسد الاعتبار لانه خالف النص. اعكس توسب. القياس فاسد الاعتبار لانه خالف الايش؟ النص. قالوا خالف قاعده الخارج بالضمان. قالوا الخارج بالضمان. قلنا لا 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 مخالفه. طيب لكن كيف الاجابه بقى نصير؟ صعبه. الاجابه صعبه صراحه. قالوا انت لا يرد الخارج بالضمان. القاعده عامه قاعدها النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقدم الوحي بكلام، بقاعده اصطناع الناس. ما القاعده مش اصطناعها الناس يا عم الناظر، دي مستقاها من الاحاديث. اولا الرد من وجهين. الوجه الاول الخارج بالضمان عام مخصوص بالتصريح، انتهى. لان النصوص لا يضرب بعضها ببعض، كلها خارج مشكات واحده، عام مخصوص بالتصريح. الثاني احنا نقول نعم الخارج بالضمان، هناك اختلاط لبن سابق بلبن لاحق. الخارج بالضمان على اللبن السابق اللي هو كان ملكا للرجل، لو قلنا بردها ها بالضبط كانه قطع الاذن على ما فيه تراضي الطرفين. ودي قاعده كليه بقى هنا، ان في مساله المصالحه ان تنظر الى رضا الطرفين في هذا الباب. وسع التمر يرضى به الطرفان. الى المفردات. المساله الاولى، هل يشترط الفقه في الراوي حتى يقبل حديثه؟ الحنفيه ردوا الحديث ظاهره. قالوا الحديث من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة ليس بفقيه. وهذا كلام يعني هذا من الأصول الأصول التي أضعفت مذهب أبي حنيفة، أضعفته جدا كمان. وده طبعا جعلهم أيضا يتكلمون في باب إيش؟ لا الصاحب، ولا يصح جناب الصاحب أن يتكلم فيه مثل هذا. وش الدلالة على ذلك؟ مجنون. أصحابي تسرعت، شفت؟ عشان انت ما عرفتش تسرق. اتفضل يا محمد صبري. الله زكاهم فوق اسمه. ممتاز، جزاك الله خير. مجنون. ليه لا؟ انا هتضايق جدا. ما عندك يا ابن الحلال. اتفضل يا ورش. خير الناس ايه؟ قرني. ممتاز. هو ده؟ انا لله وانا اليه راجعون. اتفضل يا استاذ محمود. الله اكبر. فين يا ابني؟ اصلا ده بعيد خالص عن احنا فين. دكتور. ممتاز. نضر الله امرأة سمع مقلاته في عواها فأدها. هو ده المطلوب منه. نضر الله امرأة سمع مقلاته في عواها فأدها كما سمعه. شكره ولا ما شكره؟ والمثل الثاني، ها احنا قلنا الأرض الأولى طيبة اللي هي النقية، الأرض الثانية أجادب، الثالثة إيه؟
الأجانب إيش هي؟ الأجانب الأجانب ممدوحة ولا مزمومة؟ ممدوحة. وإيه بقى الأجانب؟ التي حملت. فهم يقولون لا نأخذه ولا نأخذ من الأحكام لأنه ليس فقيه. كم باطل يعني. نحن نقول بالرد عليهم أول شيء هذا خطأ في الصحب. وكل صاحب روى رواية فهو فقيه. لكننا نقول في الصحابة تتفاوت الدرجات. في فقيه وفي من هو أفقه منه. والرد عليكم من الوجه الثاني الذي يلزمكم الحجة إيش بقى نصير؟ اللي يلزمهم هذا كلام. انتظر أزول. ماشي مروان. خير الناس قرني. ما هو يا مش خلاص دخلنا ما احنا قلناها خلاص بقى تفاوت. يا محدث. الله ايه الجمال ده؟ هل احنا قلنا اصلا المسألة على ما رأى؟ شيخنا التفاوت اللي كان بعض حديثة على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم خلصت لا يتلقى. ابسط هذا كماشي. انا خلاص حموت منكم والله وكل الاجابات كلها غلط وغلط بقى تم كده غلط كلها قصص وحكايات. انا كنت احسب انها عندك وسكتك واخرتك عشان كده طلعت زول. الحديث اصلا عمل به وقال به ابن مسعود رضي الله عنه وهم لا يعتبرون فقه مثل فقه ابن مسعود. يرون ان ابن مسعود ما افقه الصحابه فهذا حج عليهم هو الان. وقد وافق ابو هريره فيما تمنى في هذا الباب. ما خلاص ما هدي غبناها الإجابة في الأولى ردنا عليهم بقى من الوجه الثاني فهمت. طيب وأما القول بأنه الخبر واحد يعم خلاف القياس أو خلاف الأصول قلنا أول شيء الخبر أصل بذاته. وأما خلاف القياس القياس هو الذي يسقط وليس الثاني. وذهب الجمهور أن بيع المصرات بيع صحيح ويثبت الخيار للمشتري على تفاوت بينهم أو الاختلاف بينهم في المدة لكن يثبت له الخيار أن يرد المصرات ويرد معها صاعا من تمر سواء علمنا قدر اللبن أو لم نعلم. المذهب الثاني هو ما ذهب عليه بعض الشافعية والمالكية وروى عن مالك أنهم قالوا البيع صحيح لكن الرد بقوت البلد لا بالتمر. وهؤلاء لهم دليل في ذلك وإن كان مرجوحا. استدلوا بما رواه أحمد في المسند عن رجل من الصحابة رضي الله عليهم جميعا نحو حديث الباب قال في ردها ورد معها صاعا من طعام أو صاعا من تمر صاعا من طعام أو صاعا. قال والذي يردي الطرفين قوت البلد فهم رجعوا صاعا من طعام. والحديث قال ابن حجر إسناده صحيح. وهذا الحديث فيه التخيير بين الطعام وبين التمر قال والطعام قوت البلد هو الذي يكون فيه رضا للطرفين. واحتجوا على ذلك أيضا بما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر فإن ردها معها مثل أو مثلي أو مثلي لبنها قمحا. طب قمحا هنا كيف استدلوا بقمحا أنها قوت البلد كيف؟ ماشي المصرات هو ربط الأخلاف أخلاف الناقة همس المسألة ليست بعينها بل دائرة على ما أغلب ما ترد على الناس. ممتاز. لكن أنا أريد قوت البلد هنا كيف القمح ليه اختاروا قالوا أن القمح دل على قوت البلد. أولا قد يكون فهمي خطأ ما هو القمح هو الشعير الفلاح ها؟ لا. القمح هو إيه؟ البر. طب البر ما هو الشعير؟ لا. الحنطة يعني؟ بشوف كله هو البر كل البر والقمح تيه القمح هو البر فاهم هو فاهم يتنقل. الشعير ده ايه؟ الشعير اللي هو الغله اللي هي البليله. ما تقوليش مشروب الشعير اسكت. الشعير ده اللي بتكلم فيه في دقيق شعير وفي دقيق بر صح. وذاك ما اكل انسان من خبز الشعير. ايه بقى خبز الدقيق ايه الفرق بينهم؟ من نفس الفصيلة. طيب هو ده اللي بتكلم فيه من نفس الفصيلة. أنا بتكلم ذلك عن حديث أبي سعيد الخدري لما اتكلم عن زكاة الفطر قال وكان طعامنا يومئذ الإيه ها لا شعير قال شعير أعتقد شوفها وكان طعامنا يومئذ
هم قالوا طبعا قالوا بهذا الحديث قالوا هذه فيها دلاله انه هو طالما قال مثل اي لبنها لبنها قمحا فردوها لقوت البلد. لا 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 حديث ابي سعيد وكان طعامنا يومئذ لما بيرد على معاويه بس شوف بس وكان طعامنا يومئذ بهذه اللفظه في روايه قال قال صنف واحد بس في الصحيح في مسلم او في غيره ان شاء الله في اخينا اللي هو هذا هذا الذي يقول في صحيح مسلم قال طعامنا يومئذ هو الشعير فقال لي شعير هو شعير فسرها لي تفسير عالي جدا فبذلك قد اتضح المبهم فقال الشعير هو الشعير هم قصوه على زكاة الفطر في هذا الباب وقال إذن كان طعامنا يومئذ الشعير فقالوا إذن بقوت بقوت البلد في هذا الباب عامة هذا المذهب وإن كان فيه دلالة لكن مذهب الجمهور هو الأصح وأن الرد لا يكون بقوت البلد ولا بقوت ولا قمح لأنه حتى في رواية قال ردها وصاعا من تمر إيه بقى الرواية نصير بسرعه صريحا ليس فيها سمراء لا سمراء فيه لا سمراء فيه دي دلالة واضحة جدا أن القصد التمر. المذهب الثالث في هذا الباب ذهب عليه طائفة من أهل العلم قالوا ترد المصرات بعيب التصريح ويرد اللبن بعينه إن كان باقيا أو بمثله إن تلف فإن لم يجد ولم يستطع رد المثل رد القيمة وهؤلاء قالوا وقالوا مسألة فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به وقالوا بأن المثلية هو الأصل وطبعا هذا القول قول ضعيف وهو مخالف لأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسكها بالتصريح وأيضا إذا قالوا رد المتلفات بأن اللبن على التأصيل العام قلنا اللبن غير مقدر غير معلوم فهي مادة نزاع يعني رد المثلية هنا لا يحقق مقصد الشرع وهذا حديث من الأدلة القوية جدا على البحث عن اتجه التشريع الى ما يحقق المقصد وهو ما يكون فيه الرضا بين الاطراف. المذهب الرابع هو مذهب الحنفيه خالفت اصل المساله قال التصريه يتم البيع فيها كما قال الشافعي يتم البيع فيها بيتقطع هنا يصير رجعتين ماشي بيلعب معنا فقال البيع صح ولا رد بالبيع ولا رد بالعيب ولا يجب رد صاع من تمر ولا رد بغيره لا بالمثل ولا بالتمن ما في قالوا عندنا في هذا الباب قول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ما فيش مثلية ما فيش لأنه اللبن يصعب رده يبقى إذن لا رد وبقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وبقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وبقولي والحرمات قصاص وهذه أدلة كلها تتفق على إيش على رد المثلية إذن الحديث خالف الأصول فقالوا إذن لا يلزمنا العمل بالحديث استغفر الله استغفر الله لمخالفتي للقياس ومخالفتي لإيش وهذه من أصول الحنفية الأصول تدع وهذه من أصول مالكية أيضا لكن المالكية عند التطبيق يقدمون النص على القياس أيضا قالوا من مخالفة الأصول الحديث مخالف الأصول أول شيء في ضمان المتلفات تاني شيء في التأقيت لأن من الأصول الرد بالبيع يكون على الفور معنى أنه أقت يبقى إذن لا يصح وأيضا من مخالفات الأصول في القواعد الكلية ضمان يقتضي أن يختلف الضمان باختلاف التالف وفي الحديث قدر بالصاع مقدرا واحدا أو مقدارا واحدا فخرج من القياس الكلي في اختلاف ضمان المتلفات لأن المتلفات لابد أن تأتي بالمثلية والمثلية معناها أنها باختلاف المتلف يختلف الرد وهنا قدر مقدارا لا 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 اختلاف فيه لا 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 يطاوع الاختلاف يعني لا يجاري الاختلاف وده كله الإجابة عليه سهلة يسيرة في هذا الباب على أن هذا كله كل ما تكلمتم به قاعدة كلية والقاعدة الكلية ليست كلية ها القاعدة الكلية إيش أغلبي وهذا تخصيص ده أول شيء الأمر الثاني نقول لو طبق ما قلتم لن يوفق لن يحقق مطلب الشرع والأصل في التشريع لضمان المثلية إيش يحسن ورش نعم قطع النزاع وهذا لا يقطع به النزاع لا يقطع به النزاع إلا ما كان فيه التراضي والتراضي على غير المثلية إذ المثلية يصعب الوصول إليها
يقول الأصل أن الأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها، والحديث مخالف لهذا الأصل، إذ يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها حيث كان اللبن موجودا فيضمن لبن، يعني فيها اللبن موجود. احنا قلنا لبن هنا إيش؟ قد قل مقداره، واختلط لبن الأصل بلبن الفرع، يعني اختلط اللبن الذي كان للبائع مع اللبن الذي يكون لمن؟ للمشتري. هنا الإشكال، هنا إشكال أحتاج لرده. قال اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد فقد نقص جزء من المبيع بحلبه، وذلك مانع من الرد. ليه بقى مانع من الرد؟ يكون أرد حقه مش حقه، هو أصلا أنقص لا يرد، لابد يرد، يردها على حالها، وهو يردها ليس على حاله. كما لو ذهب بعض أعضاء المبيع ثم ظهر عليه عيب فيمتنع الرد، لأنه 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 أصالة حدث عيب عنده وظهر عيب سابق، فنقول له يمتنع الرد هنا، فيبقى لك إيه؟ أرش، أرش العيب، أرش العيب. وإن كان حدثا عند الشراء فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه، لأن الخراج بالضمان. وإن كان مختلطا فما كان موجودا فيه عند العقد يمتنع الرد فيه، وما كان حادثا فلا يضمنه. يعني برمة المسألة بأنه لا يجوز الرد في هذا الحال للإشكالات التي ذكروها. فهنقول نقول كل ذلك إيش؟ ما حد خرص وتخمين، والنص عندنا مقدم وقد قال ردها. يبقى كل ما اعتبرتموه ليس إيه؟ ليس معتبر شرعا، ليس معتبر شرعا، وإن كان له أصل من الشرع، لكن كما قلنا عندنا أصل بذاته جاء بحكم جديد، فالمصارات حكم أصل بذاته. لذلك قلنا ما اعتبرتموه، ما اعتبرتموه فإن الشارع قد ألغاه، فلا نقبله ونبقى مع إيه؟ مع نص الشرع، مع نص الشرع. أي إشكال؟ وقال الآن اللبن التالف، لو كان اللبن التالف دوت أصلا، لو قال عند الشراء، لو عند الشراء واستجد قال خرج بالضمان، لما يرد؟ الخرج بالضمان فمعلوش رد. لو كان قبله في هذا الباب بيقول لو كان التالف كان موجود عند العقد نقص جزء منه، لو نقص جزء منه وهو رأى العيب بعده يبقى هو. مع اننا في الحديث بقينا فيه حاجات كتير جدا، انتوا فهمتوا؟ بيخموك يا شيخ، او في ساحر بيكلمه بس بيروح ويجي عشان يتعبنا احنا. مين اللي موجود ده؟ هو التليفونات في حد فتحها يعني؟ في حد بياخد بالنت؟ الله المستعان. حبيبي الان المساله الاولى هي اللي انت مش فاهمها صح؟ الإشكال دلوقتي بالنسبة للبن التالف، هو بيقول لو كان ده يعني تلف اللبن التالف ده اللبن اللي هو في الضرع وخده، هو بيقول الآن هذا فيه عيب، فيه لما أخده حصل عيب عنده، إنه هو صار هزيلا، هو بيقول ممكن الهزال ده من عنده، فهمت؟ فبيقول نقصها على إيه؟ على أنه اشترى سلعة حدث بها عيب عنده، ولكنه اكتشف عيب قديم. الجمهور هو طبعا عندنا مختلف فيه ايضا، الجمهور عندهم التأصيل انه ما يرجعش لان العيب حدث ايه؟ عنده غير ملزم به. قلنا عيب قديم، قال عيب قديم هنا لما اخذه ولم يرده حصل رضا عندهم واستجد العيب عنده، فيبقى اذن عليه ايه؟ لا له الارش، عشان نقول ما ظلمه، فهمت؟ مع أن هذا مختلف فيه أيضا، هم ردوا المختلف فيه المختلف فيه خلاص ما مش غير. يقولون أيضا شو بقى على عدم العمل به، يقولون أيضا من فعل بذلك فقد وقع في الربا. ده أخف ما يكون، كيف يكون وقع في الربا؟ هو التصوير أنه وقع في الربا، ويقولون لو قال لو كان اشتراها الشات اشتراها بصاع، اشترى الشات بصاع، طيب ثم ظهر فيها هذا العيب، النبي أمره أن يردها إيه؟ يردها ويرد معها، يبقى دي كأنه اشترى صاع بصاع بشات، كدرهم، فاهم؟ وعجوة أو درهمين ودرهم، أو درهم
كمسألة مدة عجوة أو درهم ومدين عجوة، فقال هذا أيضا يدخل في الربا، وده كلام مخترع، ده كلام مخترع مخترع، وهذا أضعف أن يرد عليه، معنى قال هذا هو أقوى شيء على أساس أنه الربا. وصح الراجح في هذا الباب أن الكلام في مسألة الحديث على النظر، النظر كله مقابل للأثر، والأثر يقدم، وإذا جاء نهر الله بطل نهر إيش معقل. آخر شيء تمسكوا به حتى لا يعملوا بهذا الحديث قول الحديث مضطرب، قول الحديث مضطرب، والاضطراب فيه أنه جاءت روايات أنه قال ردها وصاعا من تمر، من تمر، ورواية ردها وصاعا من إيش، من من طعام، من طعام، من طعام، وفي رواية قمحا، قال مثلي مثلي لبن قمحا، ردها ورد مثلي لبن قمحا. وطبعا كل هذا ليس في أي اضطراب أي حال من الأحوال، لأن الرواية التي جاءت ردها وصاعا من تمر أو جاءت صاعا من طعام أو تمر، هنا صاعا من طعام أو تمر، العطف هنا عطف تفسير، العطف هنا عطف تفسير، يعني الطعام الذي يرده هو إيه؟ التمر، ولأن التمر الرضا عليه من الجميع. فإن قال قوت البلد قلنا له التمر هو الذي حدث به الرضا من الجميع. شيخ ممكن نقول كل قياس أدى إلى رد النص فهو باطل؟ ما احنا قلنا ذلك يا أستاذ، قياس فاسد الاعتبار. بخصوص دليل الألقاني بعد ما ننتهي بقى، لأن أنتم مش فاهمين أي حاجة، فخذوا الحديث لما ننتهي كله وبعد كده أتكلم. والكلام على الحديث بأنه قال صاع من طعام أو تمر، هذا يعتبر المسألة إما نقول أو على بابها وهو التخير، وإما أن نقول بأن هذا على التفسير، هذا على التفسير. أما حديث ردها ورد مثلي لبنها قمحا، الحديث أصلا ضعيف، هذه الرواية ضعيفة، والأحكام فرعا على التصحيح. هذا بالنسبة للكلام على حديث المصرات، وفيه أيضا أقوال كثيرة أخرى من الحنفية، لكن نكتفي بهذا على الانتهاء. فالراجح في حديث المصرات أن البيع يتم، وأن المشتري مخير بين أن يمسكها وبين أن يردها وصاعا من تمر. الفوائد المستنبطة: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لا مخالفة بين عام وخاص، لا تعارض بين عام وخاص، يقدم الخاص عليه. سبب عدم التوفيق معارضة الآثار بآراء الرجال. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.